السنة هذه المعرض زخم فيه أكبر، عدد الحضور زاد تقريباً أكثر من 50% عن العام الماضي، عدد المتحدثين أكثر، ورش العمل اللي احنا رتبناها مع المتحدثين، وجبنا طبعاً ناس من خارج الدولة اللي يعرضون تجاربهم في الدولة، ونشوف كيف نقدر نحفز القطاع العقاري. احنا كهيئة تنظيم العقاري واجبنا تنظيم القطاع للمراقبة أول شيء، وللتأكد من جودة المنتجات اللي تعرض في المعرض المصاحب للمنتدى، وكذلك التأكد أن المستثمر يحصل على منتجات مأمونة ومضمونة من ناحية الكفاءة والملاءة المالية. جميع المبادرات اللي هي تفعيل التشريعات، البيع على الخارطة، تفعيل الحساب الضامن، لقت استحسان كبير من المطورين المحليين، وهذا طبعا راح يساعد المطور انه يسوق لمنتوجه. طبعا من اهم المبادرات هو الوصول لاكثر من 1,000,000 مستثمر خلال العام القادم ان شاء الله، وعندنا تدريب الكوادر القطرية الوطنية في القطاع العقاري. السوق العقاري القطري سوق قوي واعد، في مشاريع كثيرة راح تنزل في خلال السنوات القليلة القادمة في أكثر من منطقة، وكذلك في بعض المناطق لتملك الحر لغير القطريين راح نعلن عنها إن شاء الله في وقتها مع المطورين المعنيين.